هل بتشوف ان اخوان كارلوس اوسوريو من المدربين اللي بتقدر تشتغل على اللعيبه وتطلع احسن نسخه منهم؟ اعتقد ده نجح فيه، لكن اللعيبه كمان بتعمل فن ارضاء المدير الفني بتركيز باداء. ايه اليوم الحلو ده للزملكاويه؟ ايه الاداء الرائع الحلو ده؟ ايه الحلم ال 90 دقيقه اللي عاشوا فيها الزملكاويه؟ اوسوريو بيتغلب على اخطائه الدفاعيه، بيتغلب على 90 دقيقه لاول مره بيستكملهم من ساعه ما جه، طول عمره بيلعب 45 دقيقه، اول مره يعمل 90 دقيقه حلوه مميزه، 90 دقيقه حلم الاوسوريو يقدر يبني عليها كتير من الثقه النفسيه، من الافكار الفنيه، من الدعم الفني، من مكاسب بالجمله في مباراه النهارده انك بتلعب فرقه كبيره بحجم المقاولين. اي نعم كل حاجه كانت في صالح الزمالك، التوفيق، اداء فرقه المقاولين، كل حاجه كانت النهارده في صالح، لكن لعيبه الزمالك كمان استغلوها بشكل رائع. صحيح. بشكل مميز، انتهزوا الفرصه، ضعفوا النتيجه مره واثنين وثلاثه، كل فرصه عايزين يجيبوا جول في السته بتاع المقاولين، ودي البدايات القويه والبدايات المعتاده لفرقه الزمالك. بصراحه يوم حلم للزملكاويه بالنتيجه، بالاداء، كل حاجه رائعه النهارده. زيزو عمل شو لوحده، الجزيري تألق ورجع تاني اديله لقب الخديوي اللي انا كنت ساحبه منه. النهارده فتوح كالعاده ملك فكاك العقد، لكن الالاطه في الاخر اللي عملها ورجع الكره غلط دي كلفته شده ودن جامده. أيوة. مش فتوح اللي يغلط الغلطه دي. لكن كل حاجه في اداء لعيبه الزمالك مميزه. اللعيبه كمان النهارده الادوار محفوظه. لاول مره بتفرج على الكثافات الدفاعيه لنادي الزمالك، انا يا ريت ما يجيبوش الاهداف ونجيب اللقطات اللي احنا عايزين نتكلم عنها المهمه قوي على لعيبه الزمالك اللي بتبين يعني ايه تحرر معانا حالا. يعني ايه لعيبه متحرره حركيا في الملعب، مش متقيده بمراكز، وده جزء من حل المشاكل الدفاعيه بتاعت المقاولين. أيوه. اللعيب عنده قدره يلعب في مكان واثنين وثلاثه وينتج منه، مش بتتحرك. دي حاله اللي انت عايزها يا كابتن ايمن، دي حاله دفاعيه، دي حاله دفاعيه لاول مره الزمالك بيتطور دفاعيا. بنشوف بص الكثافات، الضغط على مناطق الكوره، قطع الكوره، حاجات كتيره اتقطعت الكوره تاني. بص المدافعين الزمالك على طول عمليه الضغط، خمس لعيبه، الكثافه زادت، مع ان كان الزمالك دايما عنده مشكله في الشوط التاني في اعداد اللعيبه. الضغط، السيطره على الكوره، وبعدين تحويلها لهجمه مرتده. بص اعداد لعيبه الزمالك الدفاعيين، ده التطور اللي اوسوري كان بيدور عليه دفاعيا. وده اتفرجنا عليه في زيزو النهارده، قدمه لما راح في الباك الشمال في اللقطه دي. بص زيزو بيرجع لفين وبيأدي ازاي. تمام. وبعدين بيبتدي الكره كمان ازاي. أيوه. الكره دي من الكور اللي ابتدى عمل هجمه قويه جدا. نفس الشيء فتوح اتحرك وراح الناحيه الباك اليمين وفك عقده وابتدى بيها، جاب بيها الجون الثاني. ودي يعني سمه من سمات اللعبه بتاعت اوسوريو، التحرر، ان هو مفيش تقايد مراكز. هو بص هنا فتوح باك يمين رايح ناحيه اليمين كلها وبيبتدي هجمه، والهجمه دي وصلت جون من فك عقده مهمه قوي لضغط المقاولين. انا اقصد في حاله في لعيبه الزمالك ان هم عايزين يرتقوا الفكر اوسوريو. في النهارده بيرتقوا ليه، بيرتقوا لمفاهيمه لطلباته. طبعا طبعا فرقه المقاولين النهارده ساعدت كتير قوي بحاله اللاوعي اللي كانت موجوده جوه الملعب، وحاله التوهان الغريبه اللي كان في لعيبه كتيره. لكن ما تقدرش تنكر الهجمات المتتاليه، طوفان زملكاوي غير عادي في الهجمات، فن انهاء الهجمات، كل الاجوان ليها طعم، كل جون ليه طعم على التاني. كل جون ليه شكل، كل جون ليه فكر مختلف، استغلال اطراف الملعب، استغلال عمق الملعب، التحولات الهجوميه. بص الاعداد الهجوميه، العدد لعيبه الزمالك في كتير من الهجمات، شوف عدد اللعيبه ازاي. فن كمان الثقه في النفس، ازاي بيتعاملوا مع الكره في المناطق الصعبه، كل حاجه كانت مكتمله. تمام. بصراحه اختبار قلنا عليها مباراه اختبار لاوسوريو، نجح فيه ويستاهل اعلى تقييم. اختبار ان لعيبه الزمالك تقدر تكمل ال 90 دقيقه، ادوها بشكل رائع، كل حاجه كانت حلوه النهارده للزمالك، يوم حلو قوي للزملكاويه.